فضلت المشروع ديال نادي الفتح الرياضي لأن المسؤولين ديالو تتربطني معهم علاقة كبيرة، والنادي اللي قدم لي واحد الوقت واحد الفترة مهمة في المسار ديالي، وبالتالي المشروع ديال النادي في هذه الفترة هذه المقبلة إن شاء الله تلبي الرغبة ديالي، وعندي الوقت إن شاء الله باش نحقق الأهداف الشخصية ديالي والأهداف ديال النادي كذلك إن شاء الله، وبالتالي ما كانش هناك صعوبات في المفاوضات اللي جمعتنا. رغبة مني لتأدية المهام بشكل كبير في هذا النادي هذا اللي سنعرفه، وكذلك رغبة من المسؤولين في الخدمات ديالي، لأن الأشياء اللي كانوا تبحثوا عليها فهي متواجدة في الشخص ديالي. عندنا هذا الموسم الهدف هو أننا الفريق يخرج من المراكز اللي كاين فيها اللي تتواجد فيها الآن، ثم أننا عندنا مشروع آخر ديال من بعد ديال 4 سنوات أننا نبنيو فريق تنافسي للمستقبل إن شاء الله، لأن الفريق بالهيكلة ديالو بالمؤهلات اللي كاينة فخصو يلعب أدوار طلائعية، وخصو يكون قنطرة العبور مجموعة ديال المواهب إن شاء الله لأوروبا. بالنسبة للاعبين أو المجموعة اللي كاينة فغيكون هناك واحد التقييم من بعد هاد المباراتين إن شاء الله على حسب اللاعبين المتواجدين والخصائص اللي كاين والدعم اللي ممكن نقوموا به، ثم انتقالات اللاعبين فمازال ما تطرحات حتى شي حاجة بالنسبة لنا. احنا الآن عندنا جوج ديال المباريات مهمة غنبحثوا ان شاء الله باش نحققوا فيهم نتائج ايجابيه، ثم من بعد ممكن عندنا توقف ديال 3 اسابيع غادي ان شاء الله يكون عندنا اجتماعات ونتكلموا في جميع المواضيع الاخرى ان شاء الله. غنواجهوا فريق من المستوى المميز هذا الموسم، فريق نهضه بركان بالمدرب الجديد ديالو اللي وضع واحد البصمه ديالو خاصه في الفريق، وبالتالي غنلعبوا خارج الملعب، غنلعبوا امام فريق في المستوى، تضم عناصر في المستوى، مدة هذه هما في مسار بالنسبة لهم جيد. احنا الوضعية ديالنا تتختلف، عندنا جوج ديال المباريات جد مهمة النقاط ديالها، وبالتالي لازم اننا نعرفوا نتعاملوا مع هذه المباراة، والمباراة كذلك ديال الدفاع الحسني الجديدي باش نستعدوا الثقة ديالنا واننا نكسبوا نقاط اللي تخلينا لأننا نبقاو في مناطق مريحة في الترتيب إن شاء الله. أي تغيير على جميع المستويات شي فريق ضروري خصو يعطي الأكل ديالو. حنا مع المجيء ديال الإطار الجديد غادي نحاولوا إن شاء الله أن نبداو نفكروا بالمنهج اللي تيشوف هوايا، وغادي نحاولوا إن شاء الله أن نطبقوا داك الشيء اللي تيديروا، وإن شاء الله غادي يكون الكمال مع عند الله ونحاولوا نرجعوا بهذا الفريق للمسار الصحيح. التغيير إن شاء الله غيكون إيجابي وإيجابي جدا، لأنني سبقت وجاورت سي جمال في المنتخب الوطني الرديف. سي جمال كيعطي تعليمات صارمه في التدريب، ما كنظنش انه الا كنا مزيانين في التدريب ما غنكونوش مزيانين في المقابلات، وكنظن اننا غادي نقولوا الكلمه ديالنا في باقي الدورات، وان شاء الله غنبدلوا وغنضاعفوا المجهودات ديالنا باش نخرجوا من هذه المراتب الغير مشرفه في الفريق الفتح الرباطي.